خلينا نروح للفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك اللي بيواصل التدريبات استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري اللي مقرر ليها يوم 2 سبتمبر اللي جاي. فريق السيدات هيدخل معسكر في الأسكندرية ابتداء من بكرة وهيستمر لمدة 5 أيام، هيلعب خلاله 3 مباريات ودية مع أندية سموحة وسبورتينج وأصحاب الجيل. فريق سيدات الزمالك طبعا هيبدا مشواره في الدوري زي ما قلت لحضراتكم يوم الجمعه 2 سبتمبر مع اتحاد الشرطه، وهيلعب على طول تاني يوم امام النادي الاهلي يوم 3 سبتمبر في مباراه القمه بالجوله الثانيه. كل التوفيق لبنات الزمالك في الموسم الجديد اللي دايما موجودين في الميعاد واللي دايما بينافسوا على وجودهم في المربع الذهبي في الدوري، وجودهم في المربع الذهبي في الكاس، برغم كان الدنيا او الامكانيات ما كانتش متوفره بالشكل اللي موجود الموسم ده. فانا متوقعه مع الامكانيات اللي اتوفرت لهم مع عزيمتهم وارادتهم اللي اوريدي طول الوقت موجوده في ظل اصعب الاوقات، فطبيعي في وقت زي ده ان هم ان شاء الله يقدروا يفرحونا بموسم مليء بالانجازات على كل، وان شاء الله يكون على كل فرق السيدات والرجال باذن الله.